ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل السيد يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. شيخ يحيى، مرحبا بك. بداية، النائب عن محافظة نينوى حنين القدو يقول إن تقرير لجنة التحقيق بأحداث الموصل يعني اصطدم بجدار سياسي حال دون ظهور الحقيقة. يعني ماذا نفهم من ذلك؟ من المستفيد؟ نفهم من ذلك بأن التحقيق الذي جرى حول الموصل قد طال جهات سياسية بارزة وكبيرة تتمتع بالنفوذ وإنها هي صاحبة القرار بسقوط الموصل، ولكن هؤلاء المحققين غير قادرين على مواصلة عملهم لكشف هذه الوجوه التي فرطت بالأمانة وغدرت بأهل الموصل. هذا من جانب. الجانب الآخر أن كل التحقيقات التي جرت بعد 2003 في كل القضايا التي جرت في العراق من قتل جماعي ومن تدمير للبنى التحتية لم تصل إلى أي نتيجة مطلقا في أي ملف من الملفات وفي كل اللجان التي شكلت ابتداء من تفجيرات جسر الأئمة وما جرى في مدينة أو في قرية الزرقاء من قتل جماعي لهؤلاء الناس وما جرى في كثير من المحافظات، فلم تصل هذه اللجان مطلقا ولم تخرج بنتيجة إلى الرأي العام سواء داخل العراق أو خارج. عدم الوصول إلى نتيجة إلى أي مدى يكشف عن تواطؤ القضاء وعدم نزاهته في العراق؟ القضاء أخي الكريم هو مسيس ومعروف للقاصي والداني وخصوصا بالنسبة للشعب العراقي. القضاء مسيس وسطوة العصابات والميليشيات التابعة للأحزاب واضحة عليه، ولا يمكن أن نصدر قرارا باتجاه أي قضية تطال أي شخص من هؤلاء الذين يتزعمون سواء بالميليشيات أو ضمن المشهد السياسي العراقي. بقاء الحقيقة غائبة وكذلك بقاء المسؤولين عن هروب الجيش طليقين، كيف سينعكس من وجهة نظرك على واقع العراق وخصوصا الجدل القائم حول توجه الحكومة للإصلاح؟ التوجه نحو الإصلاح هي شعارات لا أكثر، لا وجود لها على أرض الواقع إلى حد هذه الساعة. وبالنسبة للوضع كيف ينعكس، فهو الوضع مستمر من سيء إلى أسوأ منذ عام 2003 وتسلط هؤلاء العصابات والميليشيات على مقدرات البلد، لذلك لا يتوقع الشارع العراقي بأن تجري أي عملية إصلاح في ظل هذه الحكومات المتعاقبة في المنطقة الخضراء، فهي لا تصدر ولا تشرع إلا ما يخدم احتياجاتها وجيوبها ومصالح أحزابها، لذلك لا يتوقع العراقي أن يجري أي عملية إصلاح، وستنعكس هذه الخطب حقيقة إلى نتائج سلبية كثيرة، لأن يعني الشعب العراقي هو يعرف الحقيقة فيما جرى في الموصل وغير الموصل منذ عام 2003، ولكن لن تصدر هناك نشرة صريحة وجريئة سواء من القضاء أو من اللجان المكلفة بالتحقيق من أجل أن تشفي غليل الناس وتقول بأن هؤلاء المتورطون بأعمال القتل والغدر والتدمير لبلدكم، لذلك لا يتوقع العراق أن يصدر من هؤلاء شيء أبدا. يعني في نفس الإطار، غياب العدالة في تسليم التعويضات عن الدمار في المحافظات وإبقاء ملف الإعمار معطلا أيضا، إلى أي مدى ترى أن ما جرى هو حرب تستهدف المدنيين وتريد لهم أن يبقوا نازحين بعيدا عن مناطقهم؟ هذا هو الصورة الواضحة للعالم أجمع وللعراقيين. عملية التدمير الممنهج سواء لمسببات العيش للمواطن أو للمدنيين في هذه المدن قد دمرت، وعملية
التعويضات، حتى وإن كانت هناك لجنة أو أشخاص فهي تعويضات لا يمكن أن تعيد بناء مسكن أو إعادة بناء مدينة. التعويضات الكبيرة لحيتان الفساد المتسلطين لا يوجد هناك تعويضات. لذلك الهدف من إذلال هؤلاء الناس وهؤلاء المدنيين وإبقائهم في هذه المخيمات والنزوح هو مخطط ومنهج له منذ دخول الاحتلال إلى هذا البلد. نشكرك شكرا جزيلا الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.